كانت ابسس, وحصل ان اللي حصل عمل مانوفر معين ففتح الابسس ده الارتري, عمل انجري للوول بتاعه وعمل سيدو انيوريزم. فبالجري سكيل في تيربلنت فلو اللي هو تو اند فرو. وبالنسبه للكلر فده الينج يونج او الايه البيبسي ساين بوزيتيف. الايتم الثاني اشوف ان هي فيها ثرومبوزس ولا لا, والنقطه الثالثه الكونكشن اللي ما بينهم وما بين الارتري. تمام, فادي النك اللي ما بينه تقريبا وما بين الارتري اللي هي الحاجه اللي موجوده هنا دي كده. وادي اللي هو النير باي ابسس, مش ده الباي ابسس هي بس كده. وادي الكونكشن اللي ما بينه وما بين الارتري اهو اهو. دي النك, النك اللي ما بين التربلنت اللي شايفينها ولا انتم مش واخدين بالكم؟ اهي 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 في نك ما بينه وما بين الارتري. ايوه اللي هي دي, ماشي. المفروض انها اللي هي المسافه دي ودي. فده من ضمن الحاجات الشور اللي تقول ان في ايه, ان ده سودو انيوريز, ماشي. يبقى احنا كده في الحالة دي هنقول الابسس ومكانه والحجم بتاعه والسودو انيوريزم اللي موجود بكل الساينز اللي احنا قايلين عليه, ماشي. بس